لقد ساهت وأنا أبحث عن ملف حفظته قبل شهر على هذا الحاسب، ولكني لا أجده. أخشى أن يكون قد حذف. من الخطأ يا رشا أن تحفظي كل ملفاتك في مجلد واحد، لأنه سيصبح من الصعب عليك إيجاد ملف معين، وسيستغرق وقتا طويلا. والمشكلة الأدهى والأمر أني نسيت الاسم الذي حفظته به. ترتيبك لملفاتك في مجلدات يجعل عملك أكثر تنظيما ويختصر عليك كثيرا من الوقت، لذلك قاعدة لك في كل أمور حياتك، في مستلزماتك الشخصية أو صورك التي في هاتفك الذكي أو برامجك وغير ذلك. فمثلا لو أن عندك مجموعة من الصور وتريدين أن ترفعيها جميعها على حسابك الخاص في الفيسبوك، فالأفضل تصنيفها ثم حفظها في ألبومات، مكتوبا على كل ألبوم من الخارج شرح مبسط على محتوياته من الصور. كلامك صحيح يا رنا 100%. بإذن الله من اليوم فصاعدا سأكون أكثر تنظيما لأعمالي.